بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أراني بعض الإخوة في هذا اليوم السبت الموافق 14 من ربيع أول 1444 هجرية كلاما عجيبا لأبي حاتم الضالعي، رد فيه على شيخنا أبي عمرو برد سماه مهلا أبا عمرو، وتعجبت من كلامه الذي ملأه بما هو فيه ورمى غيره بما هو واقع فيه من الظلم والكذب والتلبيس والتدليس. وكنت قد كلمت شيخنا أبا عمرو أن يرد عليه فرفض، ليس ضعفا ولكن من أجل ألا يكون فيه دفاعا عن نفسه وانتقاما لشخصه، فأحببت أن أنبه وأختصر لأن أكثر كلامه يحتاج إلى رد، ولكن آخذ المهم. الأمر الأول قوله: قرأت مقالا لأحد الحجاورة الذين أشربوا الغلو. انظر أخي في الله إلى هذا الظلم في هذه العبارة: أولا وقع في التنابز بالألقاب، فإننا لا نرضى هذا اللقب ولا شيخنا يحيى يرضى به، بل نحن طلاب دماج على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غيرنا ولا بدلنا. ثانيا رمانا بالغلو، وهذا والله عين الفرية والكذب، وفي الحقيقة أنكم تحاولون أن تغطوا عن مخالفاتكم بمثل هذه الدعايات. ووالله لو أن المدح الذي مدح به علي الرازحي محمد الإمام، الذي لا أعلم أحدا على وجه الأرض في هذا الزمن فيه كل ذلك الوصف الذي وصف به الرازحي محمد الإمام، لملأتم الشبكات. انظروا إلى هذا الغلو والمدح الكاذب، سبحان الله يا أصحاب المكيالين. فأقول لأبي حاتم الذي يذكرنا بالله ويحذرنا من الظلم: كيف تعظ غيرك وتنسى نفسك؟ ولكن كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. ثم كيف تريدون الصلح مع أصحاب الغلو؟ أليس الغلو بدعة؟ كيف تريدون الصلح مع أناس مبتدعة لم يتوبوا من بدعتهم؟ إذن يلزمكم أن تفهمونا هل يجوز الصلح مع أهل البدع وهم مصرون عليها، أم أنكم كذابون في هذه التهمة، أم أنها قواعد الإبانة أباحت لكم ذلك؟ 2 قوله: ممن كانوا يلتصقون بالشيخ يحيى، وهذا من أعجب تلبيسه، أظهر أن الشيخ أبا عمرو كان ملتصقا بالشيخ يحيى، وفي آخر عباراته أنهم ساروا يتهمون الشيخ يحيى، فأظهر من طرف خفي كأن أبا عمرو سار ممن يطعن بالشيخ يحيى، وهذا ليس بصحيح. فشيخنا أبو عمرو يجل شيخنا يحيى، والدعوة واحدة، وما زالت الزيارات قائمة، وإنما فعل هذا التهويل من أجل أن يظهر أن هذا الرجل ما سلم منه شيخه، فكيف يسلم غيره؟ 3 قوله عن الشيخ يحيى الذي ابتلاه الله ببطانة الغلو التي عصفت بأفكاره ومنهجه برهة من الزمن بالاتجاه المعاكس لإخوانه أهل السنة في العالم كله، وهذا والله من الكذب والبهتان بمكان. اتقوا الله، ما هذا الكذب آخر موديل؟ هل أنتم يا أصحاب معبر والفيوش ومن تأثر بكم أهل السنة في العالم كله، متى خالف شيخنا يحيى العلامة الفوزان والعلامة اللحيدان والعلامة الأثيوبي والشيخ العالم سليم الهلالي وغيرهم من علماء الأرض، بل من أهل السنة في الأرض وفي الدنيا؟ أم هؤلاء عندكم ليسوا أهل سنة؟ خبرنا أبا حاتم. ولكن من أعجب العجيب وأغرب الغريب أن كل الذين ثبتوا مع شيخنا يحيى من طلاب الإمام الوادعي ليسوا أهل سنة وليسوا علماء، فإذا خالفنا أحدهم مباشرة يتحول عالما كما يقال على الهواء مباشرة، كما قال شيخكم محمد الإمام عن محمد حزام: عالم من قبل ومن بعد، لا إله إلا الله. ألستم بالأمس تقولون الحجاورة ليس معهم عالم موافق لهم على وجه الأرض، وتحدى البرعي وكرر التحدي أنكم لن تجدوا أحدا من العلماء يوافقكم؟ طيب، محمد حزام العالم من قبل ومن بعد أكثر من 10 سنين كان موافقا لنا، لماذا نسيتم أنه عالم؟ إنه الكذب والله والظلم والكيل بمكيالين. تب يا أبا حاتم ولا تقطع على أهل الأرض في العالم كله من أهل السنة، فإن كلامك يحتمل أمورا منها أنك لا ترى سنيا إلا من كان على دربكم وعلى حزبيتكم، وإما أن تكون مبالغا وأنت تعلم غير ذلك، وإما أن تكون كاذبا، واختر لنفسك ما تريد. 4 قوله: وما زالت بعض آثار تلك البطانة السيئة
التي رسمت مفاهيم الغلو والغيرة المزعومة، إلى أن بدأت تهاجم الشيخ يحيى نفسه، وهذا من تلبيسه وتهويله. فإن الذين طعنوا في الشيخ يحيى ممن كانوا معه قليل بل نادر، والنادر لا حكم له، بمقابل الثابتين المستمرين على الحق والسنة. ونسي أبو حاتم الانشقاقات في صفوفهم منذ فارقونا، بل هي انقلابات والجزاء من جنس العمل. انقلبتم على دماج وشيخها، فجاء من ينقلب على الفيوش وشيخها، وكما تدين تدان، فكيف تعيب علينا شيئا قد حصل لكم أضعاف أضعاف ما حصل لنا، أو كما قيل باءكم تجر وباءنا ما تجر. خامسا قوله دار الفيوش، الدار السلفية العامرة التي أسست على التوحيد والسنة من أول يوم، على يد شيخها الراحل عبد الرحمن العدني، الذي أعلن الغلاة فرحتهم بوفاته عبر التواصل الاجتماعي عبر الغارات. وهذه عبارات جمع فيها كذبتين: الأولى أن مركز الفيوش أسس على التقوى والسنة، ولا والله أسس على التوحيد والسنة، ولا والله أسس على تفريق أهل السنة وتمزيقهم والانقلاب على الدعوة لا غير، مهما زينتموها فهذا واقعها. والكذبة الثانية أننا أعلننا الفرحة بمقتل الشيخ عبد الرحمن، وهذا بهتان، فقد أساءنا مقتله على يد الخوارج. بل والله لما بلغني الخبر وأنا عند شيخنا رشاد في الضالع وقبل الغداء لما تغدى، نظرا لهذا الإجرام كيف يقتل المصلون الخارجون إلى المسجد الآمنون، ولسنا مثل كثير منكم الذين شمتوا بكارثة دماج وقالوا هذا سبب ظلمكم كما فعل أبو دعوتكم محمد الوصابي. سادسا حاول أن يبرر ما حصل من التسول الغريب الداخل على الدعوة، وأن هذا ليس من باب فعل الجمعيات، بل هذا سنة وشفاعة. عجبا يا أبا حاتم، لماذا أنكر عبد الله مرعي ذلك كما صرح زميلك وجليسك ياسين التهامي هذا الأمر، وأن الذي فعل هذا فعله بدون إذنه؟ ثم لماذا سحب كل تلك الحسابات؟ فإذا كان الأمر كما زعمت دينا وسنة وشفاعة، ليش هذا الإنكار؟ ولماذا هذا الحذف؟ إن كان كما تقول حقا فاثبتوا على الحق واثبتوا على السنة والشفاعة، أم أنك خذلت وتكلمت بما ليس حقا وسلكت أوسع أودية الضلال وهو التبرير لقاداتكم؟ وفي الحقيقة أنكم قد سلكتم هذا الباب من أوسع أوديته، فلقد وطنتم أنفسكم مبررين لخزوات محمد الإمام ولشطحاته وزلاته وهفواته. أما ما فعله عبد الله مرعي أمام فضائح محمد الإمام فهي يسيرة جدا، وما حصل من كلام لهذا الرجل وهو أبو حاتم أنه قال أن الشيخ مقبل أنكر على الجمعيات أنهم يسألون لأنفسهم، لا كما فعل الشيخ عبد الله مرعي في حد زعمه. وهذا الكلام والله أضحكني جدا. لم يتكلم شيخنا مقبل يوما من الدهر قائلا أنا غضبت عليكم لماذا تشحذون لأنفسكم وتتسولون لأشخاصكم؟ وفي الحقيقة أن أصحاب الجمعيات كانوا يتسولون باسم الدعوة وباسم الأيتام وباسم الأرامل وباسم طلاب العلم وباسم مشاريع عظيمة كما زعمت ذلك أنت لشيخك، فقد كانوا يبررون أكثر من تبريراتك ويزعمون مصالحا أكثر من مصالحك. فهذا الذي حاولت أن تبرر لشيخك ولكن كان تبريرك بعيدا كل البعد. سابعا قوله فما أنت قائل يا أبا عمرو في هذا الحديث، أليس من جنس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أم لك فهم تريد تمشيه في سوق العلم على قرار أفهام الباطنية والمعطلة في فهم معانيها؟ وهذا من أغرب الغريب، يرمي الشيخ أبا عمرو بالكذب والتدليس والتلبيس والظلم ويقول هل عندك فهم آخر تريد تمشيه في سوق العلم على غرار أفهام الباطنية والمعطلة في فهم معانيها؟ عجبا لك يا أبا حاتم، ما هذه التطاولات؟ أولا استدلالك في هذا الحديث في غير موضعه من عدة أمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه لأناس هم ضيوف المدينة، بخلاف شيخك فعل عكس ذلك تماما. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء في ذلك الوقت ليعطي أولئك الفقراء، بخلاف شيخك فعنده سيارات لكزز آخر موديل وحسابات في الصرافات كما تعرفون وكما يعرفها كثير منكم. ثالثا القوم الذين جاءوا إلى رسول الله
الله وصلوا حد الضرورة من الجوع والعري بخلاف الحال في الفيوش. رابعا الرسول كان قائد الأمة بخلاف شيخك يا أبا حاتم. خامسا شيخنا مقبل وخليفته شيخنا يحيى من بعده كانوا مربين لنا ومعودين لنا إذا وجدوا شيئا لطلابهم أعطوهم، وإن لم يجدوا اعتذروا، وربما مكث الطلاب في دماج أشهر لا يعطون شيئا، ولم يسأل الشيخ مقبل لهم في يوم من الدهر، بل كان يجعل الدعوة عضوا من جسده ولم يهنها أبدا، وليس مكلفا بتوفير أمور الطلاب، فليسوا موظفين عنده ولا عساكر، إن تيسر فبها، وإلا دعاهم إلى الصبر، ومن استطاع أن يبقى يبقى، ومن أحب أن يعمل ويأكل من عمل يده فليفعل. وأظهر الإمام الوادعي عليه رحمة الله الدعوة بأحسن مظهر، أظهرها بمظهر العز، وأظهرها بمظهر القناعة والعفة والعفاف إلى آخر لحظاته مع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الدعوة. وختاما، لماذا هذه الأحكام الجائرة كما هو المعروف عنك يا أبا حاتم على الشيخ أبي عمرو؟ فهل الذي لا يوافقكم على التسول مباشرة تحكم عليه أنه معطل للأدلة على فهم الباطنية، كذاب، مدلس، ملبس، غالي، وغير ذلك من الأحكام؟ ثم أنتم قد تابعتم أصحاب الجمعيات في أمور كثيرة ليس في التسول فقط، أولها تابعتمهم في التصوير، بل زدتم عليهم تصوير في المساجد ليلا نهارا. اثنين، تابعتمهم في الجامعات، فللإصلاح جامعة الإيمان، وللجمعيات جامعة العادل، ولحزب الجديد حزب المراعية الجامعة الإسلامية العالمية. ثالثا، تابعتم أصحاب الجمعيات بالدورات الصيفية، بل كانوا هم يجعلونها في شهرين وأنتم جعلتموها في أسبوعين. رابعا، تابعتموهم في تعليق الطلاب بالجوائز وإعطاء الشهادات لهم بعد الجمعة. وسبحان الله، مررت على مسجد فيوش في طريق لي بعد صلاة جمعة، فإذا بهم يعطون الجوائز وبالمكبر وأمام الناس، ثم مررت على مسجد لأصحاب أبي الحسن وهم يفعلون ذلك، فقلت في نفسي سبحان الله، تشابهت قلوبهم وهي الحزبية بعضها من بعض. خامسا، زيارات من كبار دعاتكم لكبار دعاة الجمعيات كما ذكرنا ذلك في آخر المقاطع، ويقدم لكم رؤوس القوم ومصافحات ومسالمات وغير ذلك. ثم في هذه المسألة حنقتم وغضبتم أنكم شابهتموهم في التسول، لماذا هذا الغضب؟ برروا كعادتكم، برروا وامشوا على طريقتكم المعروفة التي هي من أوسع أودية أهل الأهواء، التبريرات ومصادمة الأدلة، والغاية تبرر الوسيلة، والمصالح والمفاسد والمشاريع العظيمة، والتغير على ما كنتم تعرفونه من الدعوة وعن ما دعوتم إليه سنوات. والأيام حبالا، وستبدي لك الأيام أعجب مما رأيت وأغرب مما سمعت، وكل من خالف الحق لا بد أن يأتي يوم من الأيام ويظهر على حقيقته. وأقول لكل من ما زال معجبا بهؤلاء، أما آن لك أن تفهم القوم وأن تعرف الحقيقة، أرسل رسالة إلى عادل المشوري وإلى زكريا وإلى محمد حزام، هؤلاء الذين كانوا معنا على صفاء ونقاء، ماذا تقولون لهذه التغيرات ولهذه المجازفات؟ اتقوا الله يا من عرفتم صفاء الدعوة السلفية، والله أننا نتعجب، وكل يوم ولنا مفاجأة من مفاجآت القوم. قبل أيام كنت في عدن فوجدت مسجدا من مساجد أصحاب الفيوش يقال له مسجد الأنصار في عدن، وصل بهم التميع أنهم جعلوا عطلة طلابهم في مسجدهم يوم السبت مشابهة لليهود. هل تتصورون يوما هذا أن أناسا ممن كانوا على السلفية وعلى الجادة يفعلون هذه الأمور التي أنكرناها لما أن جاءت على دولنا وتمنينا أن حكامنا لا يفعلون بها، وإذا بنا ننصدم ونتفاجأ أن من أصحاب الفيوش مسجد الأنصار في عدن عندهم عطلة يوم السبت طول أسبوع دراسة إلا الجمعة والسبت. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات حتى الممات. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.